ما عادش عندي وقت، خلي نشوفوا بعض القراءات وبعض الأرقام عبر بواب ملعب الوسط واللي حصرها ورصدها الكابتن أسامة إمام، الأكثر في الأهداف المتوقعة. طبعا الأهلي بنغازي 30 سجل 18، الصداقة 28 سجل 12، النصر 28 سجل 15، الهلال 27 سجل 15، والتعاون 15 سجل 10 بنسبة 73%. الأكثر استحواذ طبعا الأهلي بنغازي 58، الأخضر 54، النصر 54. الأعلى في عدد المحاولات على المرمى الأهلي بنغازي 149، الصداقة 140، النصر 132. الأهداف المتوقعة النصر 12 استقبل منها 4، الأهلي بنغازي 15 استقبل منها 11، الهلال 19 استقبل منها 9. شوفوا المجموعة الثانية الأكثر في الأهداف المتوقعة، الأهلي طرابلس 35 سجل منها 15، أبو سليم 26 سجل منها 10، السويحلي 24 سجل منها 15. الأفضل في الاستحواذ الأهلي طرابلس 63، الاتحاد 59، السويحلي 55. والأكثر في عدد المحاولات الصحيحة الأهلي طرابلس 62، السويحلي 50، الاتحاد طبعا 44، لكن قبل مباراة المدينة. الأهداف المتوقعة ضده الأهلي بنغازي أو الأهلي طرابلس عفوا 11 استقبل منها 2 بنسبة 18%، الاتحاد 17 استقبل منها 5 بنسبة 29 قبل مباراة المدينة، سويحلي 15 استقبل منها 12 بنسبة 80%. إذا هذه الأرقام والإحصائيات اللي رصدها الموقع العالمي كورة ستاتس واللي كانت برصد من الزميل أسامة إمام. بذلك مشاهدينا الكرام نصل إلى مسك الختام، وأكيد راح يكون لنا تعقيب، تمنينا أن أسامة إمام يكون معنا في هذه الحلقة، لكن راح نعقبه ويكون في جدال بينه وبين الكابتن عادل حول لغة الأرقام. من يبقى الحصى كان موجود؟ لا حيجيك الحلقة الجاية. بناقش على الهرام غايب سنة دارسستو في رياضيين تلعب لها 10 مباريات وما جابت شيء. من يبقى إحصائي هذه دي الأحصاء بإذن الله الحلقة الجاية.